يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقل عن أحد طلبة العلم أنه يقول إنه يجوز جمع الصلاة لمن يذهب لمحافظة الخرج للعمل فيها، ويقول إن المسافة تحسب من بيتك إلى البيت الذي تذهب إليه وتسافر إليه، فهل هذا قول صحيح؟ لا، المسافة تبدأ من خروج من خارج البلد. إذا كان بين البلدين، بين بنيان نهاية البلد الذي يقدم إليه ونهاية البلد الذي خرج منه بينهما 80 كيلو، فهذه مسافة قصر. أما من بيتك لا. نعم، انتهى. الله تعالى.